صباح الخير، صباح أسبوع جديد، صباح النشاط، صباح التفاؤل. اليوم بدنا نعمل تمارين بدها تكون للمرونة للكتاف وتقوية الكتاف. هذه تمارين ضرورية جدا وخصوصا للي يحملوا حديد وكمان للمدى الحركي للمفصل، بتعطي عمر طويل أكثر للمفصل. رح نبلش تمريننا الأول بشهيق. نقعد قائم على الأرض، بتقدروا تعملوا التمرين وأنتوا نايمين كمان بيصير. ناخذ شهيق، بنفتح إيدينا. أول إشي بدنا نحاول نشغل المفصل تاع الرسخ، بنعمل دوائر مفصل الرسخ بس ما بنحرك الإيد، بس الرسخ. ناخذ شهيق زفير، هلا بنحاول نعكس الحركه، طبعا بس في المفصل الرسخ رح نحاول نعكس الحركه، بس هلا نطلع شوي من الرسخ نتركه، نحاول نحرك من الكوع، نعمل حركه للكوع، نحاول نثبت الرسخ. هلا بنطلع اكثر للكتاف، نيجي ناخذ دائره كبيره بنعمل بالكتاف، نحاول نحرك اكتافنا كمان. 4 3، هيك هاي بنعمل حركة بنحس بحرارة وين بمفصل الكتف. بناخد شهيق، نجيب ايدينا للقلب، وهلا بنيجي على 4 زي وضعية الطاولة. ايدينا زي الطاولة بدها تكون تحت الظهر، تحت الكتاف، وظهرنا قائم ورجلين عرض الحوض رح نحطها. ناخد شهيق، نفتح الايد. اهم اشي بهذا التمرين نرفع ايد اليمين، نحاول إنه ما نفتح الكتف، هيك بنحاول ناخد الكتف ندفش الهواء هيك بعيد شوي شوي، آخر إشي لورا وشوي شوي منجيبه كأنه عم نفتح شباك، ما منطلع الشباك عن السكة. خلي إيدنا بنفس المدى، منريح الرقبة، منشد البطن، نضل نتنفس كمان 2 آخر مرة. رح نحس هلأ بدأ المفصل شوي شوي يحمى. منريح إيد اليمين، ناخد الإيد الثانية، إيد الشمال بنرفعها، منريح الرأس، نحاول إنه ما ننزل الرقبة. ناخد شهيق، بندفش الهواء بإيدنا إلى الخلف ومنجيبه مرة تانية، كمان مرة بدنا نعيد هاي الحركة كمان 4 مرات. نحاول نشغل العضلات الثنائية والثلاثية في الإيد، يعني بنحاول كأنه عم ندفش إشي مش إنه ناخد الإيد زي المروحة. آخر مرة منريح الإيد. هلأ الخيار الأسهل بدنا نحط رجل الشمال عكس إيد اليمين، بتكون الحوض مربع ممدودة، ومنمد الإيد، نعمل نفس الحركة، بنخلي الرجل ثابتة. ناخد شهيق زفير، بس هيك عم نحط توازن بالوضعية، أو إذا بدكم نقدر نحرك الرجل نفس المستوى، هيك بنكون شغلنا توازن وكمان مفصل الحوض. كمان 4، البطن رح نشدها كمان عشان نضمن التوازن، نرفع الرجل قد ما نقدر. آخر مرة ومننزل، ناخد شهيق، نرفع الرجل اليمين، بنشد البطن، الظهر قائم، نرفع ايد الشمال. ناخد شهيق، نقدر زي ما حكينا خلي رجل اليمين ثابتة، بنحرك بس الايد، نعيد نفس التمرين اللي قبله، او نقدر نحركهم مع بعض. نحاول نتنفس، اهم اشي ما نحبس النفس. اخر مرة ننزل الإيدين. هلأ شوي شوي بنحط رجلينا لوضعية البلانك. الخيار الأسهل بنكون إحنا على الركب، أهم إشي ما تيجي عصابونة الرجل، تيجي على العضلة اللي فوق جسمنا، ما بدنا نعمل تقوس هيك بالبلانك، بدنا نتخيل حالنا عم نعبط طابق أو عم نعبط إشي، فبده يكون الصدر مسكر. ناخد شهيق زفير، هلأ بدنا نحاول نرفع إيد اليمين نمسك كتف الشمال. هلأ الجهة الثانية، ناخد شهيق زفير، شهيق وزفير، نشد البطن، كمان 4، كمان 3، كمان 2، آخر مرة. هلأ بنخلي وضعية البلانك، بناخد شهيق، بنجيب رجل اليمين نحطها بين إيدينا، وضعية الكريسنت لانش.
ناخذ شهيق هون شوي شوي. الخيار الاسهل بننزل الرجل. اهم شيء كمان حكينا ما بنحط الرجل على الصابونه عشان ما انضرها. بنكون قائم جسمنا زي هيك. هاي وضعيه الخيار الاسهل. او بنقدر نرفع لفوق، بنحاول مد الرجل، ناخذ شهيق شوي شوي، بنشد البطن بنرفع لفوق ايدينا. هلا بنشبك الاصابع، بدنا توازن، نشبك اصابعنا، بنطلع على الاصبع وبناخذ ايدينا لورا، بنحرك الكتاف زي ما حكينا، عم نعمل تقوية ومرونة. كمان اثنين، آخر مرة. كل مرة بنحاول ناخدها لورا أكتر. هلأ بناخد إيدينا بنفتحها لورا، نشبكهم مع بعض، ناخد شهيق، نفتح تقوس بالظهر، ننزل أكتر، زفير، نرفع حالنا، منجيب الإيد لجنب. نعمل هولد. هلا شوي شوي بنريح ايدينا لورا، بنشد كمان مره، بنريح الايدين، بناخذ شهيق ايدينا لفوق، بنحاول بننزل ايد الشمال مع رجل اليمين، بنفتح. هلا بدنا نعمل دائره للمفصل، بناخذ شهيق بننزل لتحت، نعمل دائره كبيره، زفير طبعا، وشهيق زفير. هلا شوي شوي بننزل ايدنا جنب الرجل وبناخذ الرجل لوضعيه البلانك. هلا التمرين الثاني زي ما حكينا كمان الخيار الاسهل، بننزل على الركب، نعمل وحده بالخيار الاسهل عشان تشوفوها. ناخذ شهيق زفير، نحاول ما نحرك الحوض زي القوز قزح، بنحاول نخليه ثابت. ناخذ شهيق زفير، بننزل كوعنا على الكوع، بننزل ايد ايد، بعدين نطلع كمان مره ايد ايد. هذا هو الخيار الاسهل. الخيار الاصعب طبعا بدنا بس نرفع الرجلين. ناخذ، يلا نبلش العد، نبلش واحد، بنطلع شوي شوي، مرة إيد اليمين تنزل، مرة إيد الشمال. حتى لو نزلتوا إيدتين مرتين ومع بعض يمين مش مشكلة. كمان شوي شوي. ننزل آخر مرة. هلأ بنطلع وضعية البلانك، بناخد شهيق بزفير، بنحاول نجيب الرجل بنحطها الشمال بين إيدينا. نتذكر الخيار الأسهل بدنا ننزل على الرجل، أو بنحاول نرفع الرجل الخلفية ونرفع شوي شوي. بعد ما نتوازن ناخد شهيق، نشبك أصابعنا مع بعض، زفير، نطلع عليهم، شهيق، ناخدها لورا، زفير، شهيق، زفير، كمان مرة شهيق، زفير. هلأ بناخدها لورا شوي شوي، نفتحها، نجي نعمل تقوس، نشبك الإيدين، ناخد شهيق، بنجيب الإيد على جنب، البطن مشدودة لجوا، ممتاز. هلأ بناخد إيدينا لورا، ناخد شهيق، نرفعهم لفوق، وننزل نعمل ريفولت سايد أنكل. رح نعمل التفاف بالجسم، نحاول نمد الرجل الخلفية قد ما نقدر، بناخد شهيق، نعمل دائرة كبيرة، وهلا بنعكس الاتجاه، ننزل ايدينا، نرجع وضعية البلانك. هلا بننزل شوي، بتقدروا تعملوا تشايلدز بوز عشان ترتاحوا، نرتاح شوي. هلا بدنا ناخد نعمل وضعية السايد بلانك. رح نرجع هون بهذا التمرين. أهم إشي بالسايد بلانك إنه نكون عندنا التقوس بالظهر، بدي أرفع التقوس، وشغلة تانية الإيد. محل الإيد رح يكون أول إشي إذا إحنا عندنا بالبيت على سجادة أو إشي، بنطلع عليه زي كأنه في مسطرة، لازم يكون موازي قطري وتسعين درجة. خلينا نبلش بالموازي، نجي هون. الخيار الأسهل هو هيك، نحط هذا التقوس اللي أنا حكيت عليه، حتى لو نزلنا هيك نحاول نرفع قد ما نقدر، أو بنمد الرجل للخيار الأصعب، ناخد شهيق، بنرفع الإيد لفوق. هلأ بنعمل دائرة كبيرة، بنعكس الدائرة كمان مرة، بنعكسها مرة على مرة، بنعكسها آخر مرة، رح نحس الوزن كله جاي على الكتف. هيك كمان إحنا بنعمل مرونة لكتف الفوق وتقوية لكتف التحت. نجي بشكل قطري، ناخد شهيق، نعمل دائرة، نرجع كمان مرة الجهة الثانية، البطن مشدودة، بنحاول ندفش الكتف بعيد عن الأرض. هلأ بنجي متقاطع 90 درجة،
ما ننسى التقوس، هلا في احتمال بتكونوا اي عم بيوجه، مش مشكله تحملوا معي. نعمل اول دائره، الدائره الثانيه، نرجع الدائره الثالثه، وهي اخر دائره. وهيك بنقدر ننزل شوي، نريح. اذا بتحبوا نزلوا ايدكم خدوها لورا شوي. انا راح اقلب الاتجاه عشان ما يصير ظهري عليكم. نرجع كمان مره، زي ما حكينا الخيار الاسهل بنكون هيك على الركبه. ما بدي اياكم تعملوا هاي بلانك، بدنا نعمل الفور ارم بلانك. ننزل نرفع، التقوس ضروري جدا، 90 درجه زي ما حكينا. اول شيء متوازي، عفوا، بناخذ شهيق، بنعمل دويره كثير كبيره، وبنرجع نعكس الاتجاه. ناخذ شهيق مره ثانيه وزفير. هذا التقوس الموجود اهم شيء. هلا بنعملها قطريه، بنعمل كمان مره اربع دوائر، مره بنزلها لقدام لليمين، مره للشمال. كمان مره بنقدر نحرك الرقبه، بنريح العضلات تاعها، او بنقدر بنوطيها على الارض. هلا اخر مره بدنا نعملها 90 درجه، وهيك بنكون عاملين بالكول داون. بدنا نبلش كمان مرتين، اخر مره بنرجع للفور ارم، نعمل هولد. زي ما حكينا الرجلين نقدر ننزلها خيار اسهل. وهلا شوي شوي بنرجع وضعيه تشايلدز بوز. اوكي، هلا من وضعيه تشايلدز بوز نقدر نعمل ثريد ذا نيدل بيجن بوز، اللي هو بنجيب ايد اليمين بندخلها جوا، بس نعمل اطاله للكتف. بنريح الراس، ناخذ نفس عميق. هلا شوي شوي بنرجعها للتشايلدز بوز، نعكس الاتجاه، نحط ايد الشمال. اهم شيء بوضعية تشايلدز بوز انه نوسع رجلينا عشان نقدر نحط جذع بينهم. ناخذ تشايلدز بوز، نرجع للوضعية الاصلية. هلا شوي شوي نمشي ايدينا لجسمنا، ناخذ شهيق، نشبك ايدينا مع بعض، نفتح الصدر، زفير، بنحاول ننزل الراس للارض، نرفع الاكتاف قد ما نقدر، نفتحهم، نضل نتنفس، ما ننسى التنفس اهم شيء. هلا شوي شوي بننزلها لايدنا، نرفع حالنا، نجي هلا لايد اليمين ناخذها لفوق، نجيب ايد الشمال نحاول ننزل الايد. وهلا بنجيب ايد الشمال نحاول نمسك ايد اليمين من الخلف، يعني بدها تكون بهاي الوضعيه. هلا اللي ما بيوصل يقدر يستخدم شريط في البيت او سكارف او اي شيء او حزام. ناخذ شهيق، بنريح ايدينا، بنعمل الجهه الثانيه عشان ما تزعل. وهلا بنجيب ايد اليمين نحاول نشبكهم مع بعض. في ناس عندهم ايد احسن من ايد، مش مشكله، مع التجربه مع التمرين بتصير احسن. ناخذ شهيق، شوي شوي بنريح ايدينا، نعمل رولز للكتاف، دوائر، بنريح الكتاف، نعكس الاتجاه اخر مره. وهيك بنكون خلصنا تماريننا لليوم. نراكم في الحلقه القادمه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمرونه وتقويه الاكتاف. الى اللقاء. شكرا للمتابعه، ما تنسوا تشتركوا في القناه لمتابعه كل شيء جديد.